سكاي نايت صاروخ دفاع جوي إماراتي أطلقته شركة هالكون في معرض الدفاع الدولي آيدكس في طبعته 15. سكاي نايت صاروخ متعدد المهام وقادر على التعامل مع الطائرات من دون طيار والطائرات الحربية وغيرها من الصواريخ الموجهة، كما أن الصاروخ يمتاز بقدرته على اعتراض الهجمات على ارتفاع 10 كيلومترات فوق سطح الأرض. وإلى جانب سكاي نايت، عرضت شركة هالكون الإماراتية صواريخ بمختلف الأحجام، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية للشركات الإماراتية المشاركة في المعرض. اللي هو سكاي نايت يعتبر نقلة نوعية كبيرة جدا، يعني نحن الآن قاعدين نشتغل مع شركة مثل رايميتال، فخر الصناعة الألمانية، عندهم نظام يحتاجون إلى صاروخ، لجأوا إلى هالكن لتطوير هذا الصاروخ. الشركات السعودية هي الأخرى شاركت في المعرض بصناعات عسكرية متعددة، حيث عرضت آليات ومدرعات قتالية سعودية الإنتاج بشكل كامل. البحرين أكدت أن منطقة الخليج العربي ستكون مركزاً مهماً للصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة. احنا بدينا خطوات التصنيع وأيضاً شجعنا في مجال الابتكار الصناعي، عملنا جائزة للابتكار الصناعي ونشوف كيف أن الأفراد ولا كيف أن الناس اللي موجودة تبتكر في ما هو موجود، وأيضاً التشجيع في إحياء الصناعة العسكرية والدفاعية. السعودية دائما تحتل تقريبا المركز الثالث عالميا في الإنفاق العسكري، فلو استطعنا خلال 10 سنوات القادمة أو 9 سنوات القادمة من جعل 50% من هذا الإنفاق إنفاق داخل الاقتصاد السعودي أو الخليجي، فهذا سيخلق الكثير من الوظائف وسينعش اقتصاد وسلسلة إمداد كبيرة جدا. إنتاجات عسكرية خليجية متطورة دفعت المشاركين في آيدكس إلى التأكيد أن هذه الإنتاجات باتت اليوم محل طلب من العديد من الدول الأجنبية. معرض آيدكس بات فرصة أمام الشركات الخليجية المتخصصة في الصناعات العسكرية لفتح فرص الاستثمار وتبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية، كما أن المعرض يمثل فرصة لاستعراض تقنيات تواكب تطور الثورة الصناعية الرابعة. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.